شكرا لك عبد الرحمن، سلامات بابا. الله يسلمك حبيبي. ايش فيك؟ نزلت 10 دقائق. اي والله التوى مفصلي وما قدرت والله اكمل. يمكن الجميع كان يتوقع انها مباراة اهداف، نتفاجأ عمر بانها 0-0. والله زي ما انت شايف يا اخي الحقيقة ضيعنا فرص كثيرة، لكن الحمد لله طلعت الجلسة 0-0 يعني الحمد لله. مطمئن لمستوى الهلال؟ والله ان شاء الله، احنا لله الحمد يعني من المباراة نتقدم الحمد لله. شكرا عمر.